وش الامباكت وتمام من اليوتيوبرز اللي انتم تحبون و10000 درهم جائزه للرابح. بس قبل كل شيء جتني رساله من جنش امباكت، خلينا نقراها لنفهم تفاصيل هالتحدي. اول شيء كاتبين فيه عزيزتي المسافره نور، رمضان مبارك، ان شهر رمضان الكريم هو شهر مليء بالسلام والسعاده، لكن للاسف الشديد تواجه قاره التيفات في عالم اخر ازمه تسرب الطاقه، والتحدي هو كالتالي: اختاري شخصيه عنصر الكهرباء المفضل لديك والبسي مثلها. او ماي جاد، انا لابسه شخصيه ميكاياي. او ماي جاد جايز، هي شخصيه من عناصر الكهرباء او الكترو او اوكي اوكي. هذا التحدي عملناه، بعدها سيكون هناك تحدي ثلج بانتظارك، اكملي التحدي لتحصلي على طاقة عنصر الكهرباء. بس اول نقطة بالتحدي انا اوريدي عاملته، انا لابسة شخصية عنصر الكهرباء المفضلة عندي اللي هي ميكوياي، اما تحدي الثلج فرح اعملها مع 8 يوتيوبرز انتم بتحبوهم. يلا حضرتك تقنعني ازاي؟ اوكي اوكي، خليني اشرح لهم على التحدي اليوم. بتحدي اليوم انتم حتساعدوني لاحصل على الطاقه لجنشن امباكت، وطبعا اللي بيفوز بتحدي اليوم بيحصل على 10000 درهم. اوكي انا اسمع اصواتكم. انت عبيط اصلا. انت ليش بدك تفوزي؟ في سبب اهم من انه ال 10000، هو انه اذا فزت رح احطك وزدت عليك كل الفلين اللي هلا بدك تزدها. ليش بدك تفوزي؟ بدليني ولا انا يخسروا. تنافس. حبيت حبيت. ليش بدك تفوزي؟ لاني بحب رقم 10، وبما ان الجائزه 10000 لازم افوز، يعني رقم المفضل حرام اخسره. ليش بدك تفوزي؟ عشان انت اختي ومفروض تفوزيني بال 10000 عشان بخليك تنام بغرفتي يومين. ما في غش، من يومين انت خسرانه. يومين من هلا والله بخليك تنام بغرفتي. هلا والله يومين. بتقولي ليش بدك تفوز؟ عشان اعزمك على احلى غدا وعشاء وفطور طبعا لشهر كامل. الواد ده اكتشاف. نشيد. نعم. ليش بدك تربح؟ السبب الحقيقي انه من جد ابي اخذ كل الفلوس احطها في جنشن امباكت حتى اعملهم ويشز واحصل على كل الشخصيات في جنشن. شو شخصيتكم المفضله بجنشن؟ بالنسبه لي ميكوياي هي شخصيتي المفضله، هيك لابستها اليوم. اللعبه انا عن جد عن جد احلى لعبه بالعالم. ويلا نبلش. اول تحدي هو تحدي المي البارده مع علبه النعناع البارده، كل واحد منهم حياخذ 5 حبات علكه، واخر واحد بخلص علبه المي هو الخسران. الخسران معنا هو رند. انا ابطا انسان بالعالم بالاكل والشرب. ف ليه رند؟ ما بعرف. انا ماي بارده سهله. سهله ولا صعبه؟ والله انا اسناني حساسه والله. بتحسوها حزينه على فكره، ما لها نفس وهي عم تحكي معي. يلا تعالوا نفرج عليهم هلا. يلا مثل ما شفتوا رند خسرت اول تحدي، هلا عنا التحدي الثاني اللي هو حاعطيكم ايس كريم واللي بخلص اخر واحد هو الخسران. صح. 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 ما كلنا فانيلا. نوع الايس كريم هو المفاجاه. انتوا واثقين فيي؟ لا ابدا ابدا. انا كحلو صراحه ما فيني اكل. اسكت اسكت، انا بقول لك اسكت. ايس كريم. كل واحد
يا زريبة حبيبي انت متخلف يا ابني. جاهزين؟ لا. واحد اثنين ثلاثة الجو. خلص اسامة. اوه اسامة. خلص احمد. تعال تعال. يلا. على ايديهم واول واحد بيقع التلج من ايده هو الخسران. يلا او ماي جاد انا بس عم حط لهم ايدي بردوا. جايز على فكره هذا من اقوى التحديات لانه انا ايدي بردوا وانا عم حط لهم التلج. تخيلوا هن شو بنين والله ولا اسهل من هيك. سهل كثير سهل يس يس اقسم بالله كثير صعب كثير سهل شايفهم انا بحس اكثر حدا عم بيعاني هو احمد. احمد شو وضعك؟ حطوا لي اكثر منهم نزل. انا حاسس فيها بقوعي فردان. يس يخرج كثير. طب نزيد لك شوي. لا 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 ارجوك بلا صياح الوضع اللي لك خلاص. إذا أنت بتنزل من إيدك هلا وأنا بفوز بعطيك من الربح. كم بالمية؟ 10% 20% 20 أنا بدي أتبرع فيهم. فأنت بتتبرع؟ إحنا نتبرع. أتبرع لأحمد النشيط. خلاص 15% بس حتكون تأخذ فلوس من المحتاجين. لا إحنا نتبرع فيهم 10% 20 لا 10 للمحتاجين الفلوس رايحة. أنت بتفوز؟ بفوز. ليش خسرت؟ طراحة قال لي عبدي وده اللي يخلي الست دي كم بتعطينا؟ 10%؟ 10% 10% صراحة يعني 10% نطلع ضمنين شيء. ده انتو نقطة. خليني أشوف إذا إيدها عن جد باردة. يما أنت التلج مش هو هي إيدها المتلجة وبنين باردة كالعادة يعني. غيرنا اللوكيشن لأنه هلأ التحديات صعبت. هذا التحدي هو التحدي الرابع. أكتر شخص بدخل أكتر كمية تلج جوات الطاسة بدقيقة هو الفائز. جاهزين؟ يلا جاهزين. واحد اثنين ثلاثة معكم دقيقة واحدة. أوه ما فكرنا بالموضوع. لا جودي عم بتغشي. غش ما بيصير كله سوا. ما بيصير حبة حبة. جودي غشيتي حبة حبة. جايز لازم حبة حبة. اوكي يلا. لا راحت. او ماي جاد خلص التحدي. خلينا نكتشف هلا كل حدا كم دخل. اوكي بنين بحس منيحة. واحد ونص. هلا ما نعد خلينا ننظر. انا اكثر لين. أنا حاسس إنه الشيء مو مبشر كتير صراحة. أسامة تتبرع لي؟ ما في غش كريم وجودي. بس جودي يعني ما صراحة ما شاء الله رجعتني. بس الصراحة باللعب الشطارة مهمة وهي كانت شاطرة. لين كتير معصبة على جودي وهذا الشيء بالنسبة لي أنا كتير حلو. بتعرفوا ليه؟ لأنه روح المنافسة صارت قوية. أو ماي جاد مشوني أول ننطلق للتحدي الخامس. أوكي هذا التحدي كتير بضحك بالنسبة لي لأنه الأربعة الباقيين لازم كسروا الكيوب التلج باستخدام هالمعالق. جاهزين؟ بشو؟ من المعالق. لا والله انا فكرت انت حتجيبي فاس شي معلقه. طب كيف معلقة. يعني كيف بالضبط يعني مستحيل. استنوا 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 رح عدل الثلاثه
وبتبلشوا. عندي خبر لإلكن، بهي المرحلة رح يطلعوا اثنين مش واحد. كيف؟ لا واحد كيف يعني؟ كيف يعني؟ ما مستعدين معنويا. لا واحد اثنين ثلاثة انطلقوا. أكتر 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 أكتر. أخ أنا كله دخل في عيني. أنت جايين على فيديو نور مفكرين التحديات سهلة؟ على فكرة كثير عم بيعانوا بهذا التحدي. على فكرة والله العظيم كثير صعب. يعني شو هالتحدي يعني؟ من وين طلعتي هالفكرة؟ لازم تطلعي ورقة يعني؟ يس، أول واحد بيطلع الورقة هو الرابح. إيه على الجناب، على الجناب. هون 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 هون. ليش صحيح؟ أوكي، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين. واحد بكفي. خلص 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 الوقت. خلينا نشوف مين كسر اكثر شيء. طبعا كريم لازم يربح لانه ليكو كانه عضه ليكو. يعني في 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 شكل لين كمان تبعتها بحسها ماكوله. بنين من هون ما مبين شيء بس من هون كثير مكسر، يعني وقعت منيح. ومن هون ومن هون بظن انه انا عرفت مين الخسران بهي المرحله. جودي والله مكسوره. جودي طب خل عندكم معلقتين اول شيء. اوكي 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 ليكي ليكي ليكي. انا يعني حزينه وانا عم بقول لك انه خسرتي، مع انه بالمرحله اللي قبلها شوي غشيتي. للاسف جودي رند ائتمنتك وفكرت انك حتفوزي، بس للاسف هالمره ما ربحتي. بس انبسطت الصراحه، هذا اهم شيء. يا عم هي ناقصه شعر. اوكي سو وصلنا لاخر تحدي باللعبه. انا صراحه مصدومه كيف كريم وبنين قدروا يوصلوا، بس حابه اخبركم تنبيه، اللي حيربح حياخد فلوسه، ما خاصه اختي كريم لين، انا ما خاصه. انا لو علي بدي لين تربح صراحه، يعني مشان ما تقولوا فازت اختها ولا فاز كريم. كريم كمان رفيقي. فلوس راح اخبركم وحتشوفوا. اذا فزت ما تاخذي المصاري مني. شو اذا فزت ما بتاخذي المصاري مني. كريم اذا فزت في امل تخلي الفلوس معي؟ مستحيل. بتقولي معنا هون لين اللي انا عن جد بدي هتفوز، لانه ما بعرف يعني انا بدي هتفوز. تفوزي اكيد يعني ما بدي اتحمل يعني اكيد. شو كله مي وتلج؟ كله مي وتلج يعني، بس تلج بهيك جليد بس يعني. حعد للثلاثه وتفوتوا بالمي. واحد اثنين ثلاثه. تليفون. مشان تعرفوا انه مش غاشينه عن جد، لك قاعد بتليفونه. تليفونك عندك؟ صعبة؟ صعبة؟ لا مش صعبة. لا سيري تجربي عادي، تجربي. لا انا ما بتجرب، انا بدفع. اوكي حموت. نزلي لتحت، نزلي خلاص نزلي اكثر. لا بعد شوي. اختك ما بدنا نغش. اوكي شوي نضيف لهم ثلج. يلا احمد النشيد. لا ماشي دفع. اوكي هلا نضيف هون شوي. بدك تقولي شيء؟ شيخ ضفير بس بكفي. بسيط بسيط بكفي. اوكي احمد وبنين اصدقاء، لاحظوا النظره اللي عطت هي وليكو كيف ماسك الثلج ما بده يحط. حط عم قلك. لا تعبيت يا اسطى. لين اطلعي بعطيكي خمسة. خد ناخذ رد لين. اذا اعطيتيني العشرة كاملين ما بطلع. اعطيكم نصيحة، يعني احسن لكم اطلع من هلا عشان يعني راح تعانوا، انا مو طالع. واو الثقة. كريم اذا بتطلع بعد هي يعني عن جد ما عندك كلمة كرجل. لا يا باولو منتج. يا باولو عارف باعداد الفيديو مش مبين، بس صار لهم 10 دقائق جوات المي المثلجه وبعدهم مضاينين وصامدين. ولا الهوى ولا حدا بده يطلع، كله بده ال 10000. انا تعبت كثير وما بعرف كيف اطلعهم من البكت تبع الايس. كيف تطلعوا انتم من هون؟ قلت لهم اللي بيطلع بياخذ 3000، ما حدا طلع. هلا شو حاعمل؟ حصعبه. انتم راحت عليكم 3000، راح امسكهم ثلج. نعم دقيقه شو يعني عشاني محترم وحرام يعني. شوفي وجههم يعني، الصراحة صارت بنفسجية
وهاي مش عارف شو عم بيصير فيها يعني. اوه كريم رح يطلع. واخيرا طلع واحد منهم، واخيرا صار لهم 30 دقيقه نص ساعه وهن جوات المي البارده، يعني كريم ملوا طلع وهن ما ملوا، لهيك حيلعبوا حجره ورقه مقص، واللي بيربح هو الفائز. جاهزين تلعبوا حجره ورقه مقص؟ اوكي جايز حنبلش اول جوله يلا. حجره ورقه مقص. أوه. لا 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 لا. واحد صفر. يلا. حجره ورقه مقص. حجره ورقه مقص. اوه وهي اخر وحده وهي الفاصل يلا. وطبعا اللي ربحت هي لين. شو احساسك يا رابحه؟ والله مش المصاري ولا شيء، بس مبسوطه ان هيك يعني بروح المنافسه بتخوي يعني المنافسه. مبين ضليت نص ساعه ما بعرف 40 دقيقه. خليهم ينشفوا حالهم ونرجع لكم بفقره توزيع الجوائز. اوكي جايز، ومثل ما شفتوا الرابحه معنا هي لين، وهون عنا 10000. ليكم بتحسوا لانا مبسوطه اكثر من لين. تعي 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 انتوا كمان فيكم تربحوا 1000 دولار. رح ربح 10 منكم كل واحد 100 دولار، بس اللي عليكم انكم تحملوا لعبه جنشن امباكت وتعملوا لي تاج على الستوري، وانا رح اختار من الستوريز اعمل له ريبوست، حيربحوا 10 اشخاص. رابط اللعبه باول صندوق الوصف، حملوها هلا، اللعبه بتجنن. 10 اشخاص ب 100 دولار كل واحد، سو حاعطيكم كمان 1000 دولار لكم. حملوها الرابط بصندوق الوصف، ورح اعلن على انستغرام الرابحين. اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس، حطوا لايكات كثير، وبشوفكم في فيديوهات قادمه. انا نورستارز، اي لاف يو، خيرات الله وبس. مو مو مو، باي باي.